السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ في الفيديو ده هنشوف الجزء العملي الخاص بمحاضرة التمبورال ديفرنس. خدنا فيها الصرصة والكيو ليرنينج. وقبل ما ندخل في تطبيق الالجوريزمات دي، احنا كنا قلنا ان احنا هنثبت الانكريمنتال مين، ان الالفا اللي هو الليرنينج ريت ممكن يبقى متغير وممكن يبقى ثابت. لو متغير فهو هيدينا قيمة صحيحة ويعني قريبة من الصح، ولو ثابت برضه هيدينا قيمة قريبة من الصح. تعالى نتأكد من الكلام ده. زي ما انت شايف، انا معايا مجموعة elements ومعايا probabilities بتاعتهم. السطر ده كده هيحسب لي ال expected value الصح، اللي هي ال exact expected value، تمام، باستخدام ال probabilities دي كده. فدي كده ال expected values الصح، تمام. فتعالى نعمل كومنت على الشوية اللي تحت دول كده، وتعالى نعمل uncomment على دول. السطور دي بتعمل ايه؟ انا فارض ان انا هعمل سامبل ل 1000 عينه، وعندي فاريبل اسمه اكسبكتد فاليو مونتي كارلو، ده اللي بفضل اجمع فيه العينات. يعني هنطبق العلاقه اللي هي بتاع الانكريمنتال مين، ولكن هنا العلاقه الانكريمنتال مين اللي هي الصحيحه، اللي هي عندك ايه؟ عندك ان الميو كي بتساوي الميو كي ماينس 1 زائد 1 على كي في الاكس اللي هي العينه الحاليه ناقص الميو كي ماينس 1. طيب، فانا هفضل اجنريت 1000 عينه، فعملت فور لوب على ال 1000، وفي كل مره بعمل جنريت لي اليمنت من الاليمنتس دي، تمام، بالبروبابيلتيز بناء يعني على البروبابيلتيز دي. طيب، فهو طلع الاليمنت. بعد ما طلعت الاليمنت اللي هيحصل ان انا مش عايز الاندكس ده في حاجه، ده بس كان عشان حاجه معينه، ولكن انا مش محتاجه في حاجه. المهم ان انا كده محتاج عرفت الاليمنت اللي عملت له جنريت او السامبل دلوقتي. اللي هيحصل ان انا هطبق معادله الانكريمنتال مين عادي، ان الاكسبكتد فاليو بتساوي الاكسبكتد فاليو القديمه اللي هي بتاع مونتي كارلو اللي انا فرضها في البدايه بصفر، بعد كده زائد واحد على كي اللي هي واحد على الايتريشن اللي انا فيها دلوقتي. مش ده كده انا موجود دلوقتي في الايتريشن رقم واحد؟ ولكن الفور لوب دي زي ما احنا عارفين ان هي بتبدا من صفر لحد ان ناقص واحد. فما دام ما هتبدا من صفر يبقى خلاص ما ينفعش طبعا اقسم واحد على صفر، فعشان كده عملنا واحد على اي زائد واحد، فيبقى واحد على واحد. يعني دي كده الايتريشن الاولى، ماشي. طيب، يبقى واحد على كي مضروبه في الاليمنت اللي هو الاكس ناقص الاكسبكتد فاليو القديم، تمام. دي كده مش علامه على ده، دي كده بس انا بعملها عشان اعرف انزل سطر، عشان السطر ما يبقاش طويل، تمام. طيب، من هنا كده انا طبقت معادله الانكريمنتال مين. بتطبق في كل مره بتعمل جنريت لايه؟ لاليمنت جديد او عينه جديده، وفي الاخر يبقى انت حصلت على الاكسبكتد فاليو بتاعك. تعال نشغل كده ونشوف. هتلاقي ان الاكسبكتد فاليو الصح طلعت 2.31، وباستخدام الانكريمنتال مين طلعت 2.3. ولكن الطريقه دي في الانكريمنتال مين انت قسمت هنا واحد على كي، الالفا هنا متغيره صح، اللي هي واحد على كي. عايزين نشوف طريقه تانيه، اللي هي الطريقه اللي تحت دي. تعال نعمل لها uncomment. الطريقه دي ان انا برضو هعمل جنريت ل 10000 عينه والاكسبكتد فاليو في البدايه بصفر، وهفرض الالفا بدل ما هي واحد على كي بالشكل ده فوق هنا، لا انا هفرضها بواحد من 100، والالفا هي دي اللي هتتحط هنا في معادله الانكريمنتال مين بالشكل ده كده، تمام. يبقى انا هنا بعمل ايه؟ بعمل جنريت للاليمنت، برضو السطر بتاع الاندكس ده مش عايزينه. بعمل جنريت الاليمنت زي ما انت شايف كده، اللي هي العينه بناء على البروبابيلتيز، وبطبق معادله الانكريمنتال مين، اني الاكسبكتد فاليو بتساوي الاكسبكتد فاليو القديمه زائد الفا اللي هي المفروض كان فوق هنا واحد على كي، انما هنا الفا انا فرضها دلوقتي قيمه ثابته، هضربها في الاكس اللي هي العينه بتاع دلوقتي ناقص الاكسبكتد فاليو القديمه. فبعد 1000 ايتريشن او بعد 1000 سامبل يعني، اللي هيطلع برضو اكسبكتد فاليو قريبه من الصح. تعال نشغل كده ونشوف. هتلاقي زي ما انت شايف طلع لك ايه؟ 2.31، ده مين؟ ده اللي هي الديفولت اللي المفروض تطلع اصلا، تمام؟ اللي هي الاكسبكتد فاليو الصح. وباستخدام الانكريمنتال مين اللي الالفا فيه عباره عن متغيره اللي هي واحد على كي، طلع لك الرقم ده 2.3 تقريبا. طيب، باستخدام الالفا ثابته طلع لك رقم برضو قريب من الصح اللي هو 2.31. ففعلا لو الالفا ثابته برضو ده مش هيأثر معايا قوي، يعني برضو هيديني القيمه الصح، مفيش اي مشكله. ده كده اثبات ان الالفا ممكن تبقى ثابته وممكن تبقى متغيره ومفيش اي مشاكل. ولكن الالفا دي اسمها ليرنينج ريت. ليرنينج ريت يعني ايه؟ يعني انت المفروض انت اللي بتفرض القيمه بتاعتها بالسنس كده، يعني بتبقى ارقام صغيره
واحد من 10، واحد من 100، ولكن ما يجيش واحد مثلا يفرضها بواحد. يعني لو فرضتها بواحد هنا كده تلاقي الموضوع ضرب منك خالص، 2 و2 من 10 بعيده. انما بتفرضها بارقام صغيره بالشكل ده كده هتلاقي ان هي بتطلع مظبوطه. ده كده بالنسبه لاثبات الانكريمنتال مين. طيب في عندنا حاجه اسمها صرصه. صرصه زي ما قلنا ده اون بوليسي الجوريزم، تمبورال ديفرنس كنترول الجوريزم اون بوليسي، تمام. طيب زي ما قلنا صرصه دي تستخدم برضو في ان الايجنت يعرف المكان بتاعه الصح او يوصل للنهايه بتاعته. فده الكلاس اللي احنا بنعمله. هتلاقي ان احنا عملنا ايه؟ عملنا في البدايه الانت، دخلنا له نمبر اوف ايتريشنز، ودخلنا له الابسلون اللي هي على اساسها هتشتغل الابسلون جريدي اللي موجوده في الالجوريزم، ودخلنا له الديسكاونت فاكتور، ودخلنا له الالفا. الالفا زي ما قلنا بقى احنا بنفرضه رقم ثابت اللي هو تقريبا مثلا ممكن يكون 1 من 100، تمام. قلنا ان سيلف دوت نمبر الايتريشن بيساوي نمبر الايتريشن. عدد الستيتس زي ما بنجيبها كل مره عباره عن انف دوت اوبزرفيشن سبيس دوت ان، عدد الاكشنز انف دوت اكشن سبيس دوت ان، ابسلون ابسلون، والديسكاونت فاكتور ديسكاونت فاكتور، والالفا الفا، تمام. المين الجوريزم عندنا ان انا هعمل ايه؟ زي ما قلنا هنا في الالجوريزم، تعالى نفتكر الالجوريزم بتاع صرصه هو حاجه بالشكل ده كده. بنعمل انيشاليز للكيو براندوم فاليوز، فهتلاقينا هنا عملنا انيشاليز للكيو بصفار، سواء عملت له راندوم فاليوز او بصفار الاثنين تمام. فالسايز طبعا بتاع الكيو، مش انا هنا بجيب الكيو للستيت والاكشن؟ فانا معايا عدد الستيتس وعدد الاكشنز، صح؟ اضربهم في بعض يبقى انا كده جبت السايز بتاع الكيو. يبقى انا الكيو هنا هتبقى نم باي اوف زيروز، السايز بتاعها عدد الستيتس وعدد الاكشن بالشكل ده، هي عباره عن 2 دي اري يعني، تمام؟ طيب يبقى انا كده فرضت الكيوب راندوم فاليوز في البدايه او بصفار. بعد كده اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان انت لكل ايتريشن او لكل ايبسود، فهنا عدد الايتريشنز اللي احنا عاملينها فهلوب عليهم. وبعدين زي ما قلنا اول خطوه ان انت بتحط الايجنت بتاعتك في ستيت معينه اهي، انيشاليز ستيت اس، صح؟ فهنا قلنا له كرنت ستيت هي انفايرمنتال ريزيت اوف زيرو، ده كده هيجيب لك الكرنت ستيت في البدايه. يبقى انت كده بتعمل انيشاليز للانفايرمنت بتاعتك ان الايجنت موجود عند ستيت زيرو مثلا في البدايه، يبقى هي دي الكرنت ستيت. وبعد كده اللي بيحصل ان انت عايز اكستراكت البوليسي، صح؟ ايه تاني خطوه ان انت بتعمل اكستراكت للبوليسي من الكيو. طيب فهتلاقيك ان انت هنا عملت اكستراكت للبوليسي بالشكل ده كده، ان البوليسي بتساوي نم باي دوت ارج ماكس للكيو والاكسس 1. يعني ايه الاكسس 1؟ لان الكيو بتبقى حاجه بالشكل ده كده، يعني الكيو بتلاقي ان هي عباره عن حاجه بالشكل ده كده، مثلا 1 من 10، 2 من 10، 5 نص، 5 من 100 مثلا يعني، ده الاولى. وهتلاقي عندك هنا برضو نفس الحكايه مثلا بالشكل ده كده، 2 من 10، 3 من 10، 7 من 10، 2 من 10 بالشكل ده. يبقى زي ما انت شايف ده اكنها للستيت الاولى، دي مجموعه الاكشنز، دي مين؟ دي الكيو بتاع كل اكشن، ودي الستيت الثانيه الكيو بتاع كل اكشن، وهكذا لل 16 ستيت كلهم. فان بي دوت ارج ماكس للكيو، اللي بيحصل ان هو بيروح لاول ستيت يعرف الماكسيموم كيو فيها هنا ايه، هيقول لك يا نص، ياخد النص دي، ويروح للستيت الثانيه يعرف ماكسيموم كيو هنا هي ايه، هيقول لك 7 من 10، وهكذا لل 16 ستيت كلهم، بيجيب 16 فاليو اللي هم الماكسيموم كيو. ولكن هو مش بيجيب الماكسيموم كيو نفسها، هو بيجيب الاندكس بتاع الماكسيموم كيو اللي هي دي مثلا الاندكس بتاعها 2، دي الاندكس بتاعها 2 وهكذا. يبقى ده كده عباره عن البوليسي دي كده اللي هو الفاريبل اسمه بوليسي، هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن الاندكسز بتاع الماكسيموم كيو في كل الستيتس، بحيث ان ده كده بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن ان انت في ستيت معينه هتاخد اكشن كذا، في ستيت معينه هتاخد اكشن كذا، دي كده البوليسي، تمام؟ 16 اليمنت، البوليسي دي هتكون عباره عن لسته من 16 اليمنت، كل اليمنت فيها عباره عن الاكشن الصح اللي المفروض ياخده في الستيت دي. يبقى انا كده عملت اكستراكت للبوليسي. بعد كده طبعا المفروض الاكشن اللي انا هاخده في الستيت اللي انا واقف فيها دي انا عايز اعرفه، تمام؟ طيب الاكشن اللي انا هاخده في الستيت اللي انا واقف فيها دي هاخده ازاي؟ هاخده بناء على ابسلون جريدي. فعشان كده فرضت راندوم فاليو، قلت لو هي اقل من الابسلون اللي هيحصل ان احنا هنقول ان الاكشن عباره عن راندوم انتجر من 0 لحد عدد الاكشنز، تمام؟ يعني 0 او 1 او 2 او 3. غير كده لو الراندوم فاليو اللي انا فرضها اكبر من الابسلون، يبقى اللي يحصل ان الاكشن هيكون عباره عن الماكسيمم بتاع كيو اوف
current state، او كان ممكن تجيبها بطريقه تانية اللي هي بوليسي اوف current state، مفيش اي مشكله يعني، لان اصلا بوليسي هنا انت عملت الارج ماكس، عملت الخطوه دي اصلا هنا في البوليسي، فكان ممكن تقول بوليسي اوف current state مفيهاش اي مشكله. طيب وبعد كده عملنا variable اسمه done بفولس، وقلت له while not done، يعني اكنك بتقول while true لحد ما تبقى الضن دي بترو، يبقى يخرج من الوايل، يبقى هو كده خلص، يبقى while not done طول ان هو ما وصلش للتيرمينال ستيت هو هيفضل جوه الوايل هنا، اول ما يوصل للتيرمينال ستيت هيخرج، اللي هي مين الوايل دي؟ اللي هي موجوده هنا في الالجوريزم اللي هي for each step in episode، زي ما احنا قبل كده شطبناها وقلنا دي while true، تمام؟ طيب فهي دي الوايل هتفضل شغاله لحد ما يوصل للتيرمينال ستيت، اول ما يوصل للتيرمينال ستيت يخرج. فهيعمل ايه بقى؟ هياخد الاكشن اللي انا اخترته فوق ده، يعمل ستيب انفيدوت ستيب للاكشن، وهيحصل عليه، هيحصل على النكست ستيت هيروح لها، والريورد وترمينيتد وترانكيتد والبروبابيلتي اللي هي عاملها بالشكل ده، بس عشان انا مش محتاجه يعني، مش محتاجه فاريبل. طيب فالضن هحدث القيمه بتاعتها، ان الضن عباره عن ايه؟ عباره عن الترمينيتد اور الترانكيتد، زي ما احنا بنشتغل على طول، سواء حصل له ترمينيتد ان هو وصل للترمينال ستيب بتاعته، او ترانكيتد ان هو فضل يلوب مثلا كذا ستيب لحد ما وصل للماكسيمم ستيب اللي هو المفروض يلوبهم، يبقى خلاص ايه؟ الضن هتكون بترو، ساعتها يخرج من الوايل دي، تمام. طيب وبعدين اللي بيحصل ان في صرصة هنا زي ما احنا قلنا بعد ما عمل بيرفورم للاكشن ونقل الستيت اس داش وخد الريورد، اللي يحصل ان انت في الستيت اس داش اللي انت اتنقلت لها دي تروح تاخد اكشن اي داش باستخدام الابسلون جريدي برضو، فعشان كده فرض هنا قيمه وقال لك القيمه دي لو هي اصغر من الابسلون هياخد راندوم انتجر، يبقى ده كده النكست اكشن، ايلس يبقى ياخد الاكشن اللي جاي من البوليسي، يبقى ده كده مين؟ ده كده النكست اكشن. طيب يبقى النكست اكشن جاي عن طريق ايه؟ عن طريق الابسلون جريدي بالشكل ده كده. طيب وبعدين بعد كده اللي بيحصل ان انت هنا هتروح تابلاي معادله الكيو دي، تعمل لها ابديت بقى، اللي هي معادله مين؟ معادله الانكريمنتال مين. هتقوم قايل ان كيو اوف كرنت ستيت والاكشن عباره عن هتقوم قايل زائد ايكوال، يعني عباره عن كيو اوف كرنت ستيت واكشن القديمه زائد السيلف دوت الفا، الفا اللي هي ايه؟ اللي انا فارضها فوق، تمام؟ مضروبه في الريورد اللي انا خدته، زائد الديسكاونت فاكتور مضروب في كيو اوف النكست ستيت والنكست اكشن ناقص كيو اوف كرنت ستيت والكرنت اكشن، اللي هي المعادله دي كده. اللي هي المعادله دي كده، تمام؟ طيب بعدين بتروح بقى تابديت ان الكرنت ستيت اللي الايجنت واقف فيها دلوقتي هي النكست ستيت اللي هو اتنقل لها، والاكشن اللي هو هياخده فيها هو النكست اكشن اللي هو المفروض ياخده، وهكذا يفضل جوه الوايل دي، يفضل يبرفورم بقى الاكشن الجديد ويروح للستيت الجديده، وهكذا ويحدث قيم الكيو لحد ما يروح يوصل للترمينال ستيت يخرج من الوايل دي، وبعد ما يخرج من الوايل يرجع تاني هنا يكزتراكت البوليسي وهكذا، ويبدا يشتغل زي ما احنا شايفين هنا كده. وفي الاخر بعد الفور لوب دي كده، اللي هي الفور لوب اللي حصل فيها عدد ايتريشنز معين 1000 مثلا ايتريشن، فهو كده ايه؟ حصل على البوليسي النهائيه خلاص، فخلاص يبقى البوليسي هي numpy دوت ارج ماكس للكيو، يبقى دي كده هي البوليسي الصح بتاعتك، وبعد كده تعمل ريتير للبوليسي. ده كده تطبيق الالجوريزم بتاع سارس. هتلاقي ان احنا هنا فرضنا نم ايتريشن ب 100000، ايبسلون 8 من 10، ديسكاونت فاكتور 9 من 10، الفا 85 من 100. انت كان ممكن تفرضها حاجه ثانيه، ولكن القيم دي هي اللي انا فرضها يعني. بعد كده عملنا الصرصه، خدنا اوبجكت، وبعد كده طبقنا الالجوريزم بالشكل ده كده، خدنا البوليسي، وبعد كده عملنا الحته بتاعه التست اللي احنا بنعملها زي ما عملناها في الالجوريزمات اللي فاتت في المحاضرات اللي فاتت، تمام؟ دلوقتي بقى لو انا فتحت عشان اتاكد ان الكلام ده شغال صح، تعال نشوف. زي ما انت شايف كده هتلاقي فعلا وصل للتيرمينال ستيب بتاعته صح، تمام؟ يبقى ده كده بالنسبه للالجوريزم سارس. الالجوريزم اللي بعده اللي هو كيو ليرنينج، الكيو ليرنينج زي ما قلنا ده اوف بوليسي صح، هتلاقينا هنا عاملين نفس الانت اللي احنا كنا عاملينها في صرصة، والمين الجوريزم بتاعنا ان احنا برضو عملنا انيشلايز للكيو بصفار، بعد كده بتعمل فور لوب على الايتريشنز، وبعد كده بتعمل برضو ريزيت الانفايرمنت عشان تحصل على الكرنت ستيت. طيب تعال نشوف الالجوريزم هنا، هتلاقي هو ده اللي بيحصل في الالجوريزم هنا، تمام؟ بعد كده ما بتعملش اكستراكت البوليسي عند الخطوه دي زي الصرصه، لا انت بتدخل جوه الابيسود بتاعك اللي هي الوايل ترو يعني، او الوايل نوت دان، هتلاقينا بداناها هنا من الدان فولس اهي ووايل نوت دان. هعمل ايه بقى؟ هعمل اكستراكت للبوليسي بالشكل ده كده، وبعد ما عملت اكستراكت للبوليسي
هتروح تاخد راندوم اكشن في البوليسي ده او الاكشن الصح عن طريق الابسلون جريدي برضو بالطريقه دي كده، يا اما ياخد الاكشن راندوم اكشن يا اما ياخد اكشن صح. قلنا ان انا ممكن السطر ده اشيله واحط بداله كلمه بوليسي، يعني ممكن احط حاجه بالشكل ده كده بوليسي اوف كرنت ستيت، يبقى انا بقول له خد الاكشن الصح اللي جاي لك من البوليسي هنا. طيب وبعد كده المفروض ان انت هتبرفورم الاكشن اللي انت خدته ده صح، فعملنا ستيب للاكشن ده، فطبعا هاخد النكست ستيت والريورد وحدث الضم ان هي terminated اور ترانكيتد، وبعد كده هعمل ابديت للكيو زي ما انت شايف هنا كده بتعمل ابديت للكيو بالطريقه دي كده. فهنا هتلاقينا بنعمل ابديت للكيو ان كيو في الكرنت ستيت والاكشن بلس ايكوال، يعني بيساوي القديمه زائد السيلف دوت الفا بتاعتنا ضربناها في الار زائد الديسكاونت فاكتور مضروب في ايه بقى؟ المفروض في صرصة اللي هو الالجوريزم اللي فات كنا احنا بنحدث في الاس داش او بنحدد في الاس داش الاكشن اي داش بناء برضه بابسلون جريدي، انما هنا في الكيو ليرنينج انا مش بحدد اكشن هاخده في الاس داش، امال بعمل ايه؟ بروح اشوف الاس داش الماكسيمم كيو فيها مين وهي دي اللي انا هحطها هنا، تمام؟ ده في الكيو ليرنينج، فهتلاقي اللي بيحصل ان انا هروح اجيب الماكسيمم للكيو في النكست ستيت. شايف انت كيو في النكست ستيت اللي هي عباره عن اربعه كيوز، الكيو بتاع النكست ستيت واب، الكيو بتاع النكست ستيت وداون، الكيو بتاع النكست ستيت وليفت، الكيو بتاع النكست ستيت ورايت. هجيب الماكسيمم كيو فيهم وهي دي اللي هحطها هنا ناقص الكيو بتاع الكرنت ستيت والاكشن، يبقى انت كده حدثت الفاليو بتاع الكيو بتاع الكرنت ستيت والاكشن دلوقتي. طيب وبعد كده تقول له الكرنت ستيت اللي موجود فيها الايجنت دلوقتي هي الستيت اللي اتنقل لها اللي هي النكست ستيت عشان يرجع يشتغل تاني بالشكل ده كده طول ما هو شغال، وطبعا هو طول ما هو شغال بيحدث الضن، اول ما الضن تبقى بترو يبقى ساعتها هيخرج من الوايل بالشكل ده كده، يبقى هو كده خلص الايه الابيسود ده، يرجع يجنريت كمان ابيسود او يرجع يعني يدخل في الايتريشن اللي بعدها ان هو برضه هيدخل هنا يعمل اكزتراكت للبوليسي ويطبق الكلام ده وهكذا. وفي الاخر خالص بعد ما خلص عدد الايتريشنز بتاعته نفس الحكايه، عملنا بوليسي بيساوي نمباي دوت ارج ماكس الكيو، حصلنا على الاكشن الصح اللي المفروض اخدها في الستيتس وعملنا ريتيرن للبوليسي دي. هتلاقينا برضو مطبقين نفس الارقام بتاع الايتريشنز والابسلون والديسكاونت فاكتور والالفا ونفس طريقه التيست اللي احنا بنتست بيها على طول. دلوقتي لو انا شغلت وشفت كده زي ما انت شايف كده هتلاقي ان هو وصل للايه؟ للترمينال ستيب بتاعته الصح. تمام ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للطرق بتاعه temporal difference اللي هي الصرصه والكيو ليرنينج.